اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الثاني من الاهلي في المونديال. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه مونتيري. تمام كده يا معلم؟ اكيد كده تفاعلت نسبيا ان شاء الله ربنا يكرم. باذن الله المواجهه صعبه والظروف اصعب واصعب، ولكن باذن الله رساله للاعبي النادي الاهلي، اجعلوها فصل من فصول روايه الاهلي بمن حضر، اجعلوها حكايه نتحاكى بيها عبر التاريخ ونقول كان عندنا ظروف صعبة، كان عندنا دور وطني مهم جدا بنقدمه مع منتخب مصر، وفي نفس التوقيت كنا قادرين نرفع اسم مصر في بطولة عالمية هي بطولة المونديال للأندية. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تكونوا عند الموعد. جماهير النادي الأهلي النهاردة فارس عملت ملحمة على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها ثقة في اللاعبين رغم الظروف الصعبة. ده اللي حاصل وده اللي جمهور النادي الاهلي حتى اسامه بيكلمنا فيه. الجمهور بيقول احنا عايزين نحس اجواء المونديال، يمكن قاتل النادي الاهلي بتعمل الدور ده، بس كمان الجمهور بيعمل دوره. هاشتاج النهارده على تويتر كان بيتصدر ولسه الى الان متصدر: جمهور الاهلي يثق بكم. ودي رساله كبيره جدا للاعبين ان جمهور النادي الاهلي في الظروف دي بيثق فيكم، ودي حاجه مهمه. الثقه هنا نابعه من ان انت لابس تيشيرت النادي الاهلي قبل اي شيء. يمكن انا بفتكر مستر مانويل جوزيه قبل مباراه ريال مدريد كان شاف اللاعبين بيتكلموا على فريق ريال مدريد، زيدان، راؤول، روبرتو كارلوس والجيل اللي انتوا فاكرينه ده، فمحبش الكلام في غرفه الملابس انه يكون قبل المباراه بالشكل ده، فقاطع اللاعبين بغضب وقال اللي جاي عشان يصافح زيدان اعتقد انه ملوش مكان في المباراه، وانك لو قابلت ريال مدريد 100 مره ممكن تخسر 99 ومره واحده تفوز، اجعلوا المره دي هي المره اللي ممكن تفوزوا فيها. انا بقول مواجهه مونتري مش بنفس الطريقه، ومش ال 100 مره هتخسر 99، لا انت ليك حظوظ حتى لو هي ضعيفه في ظل الظروف اللي بنشوفها، بس حتى مش زي الفرق بين مواجهه ريال مدريد والاهلي. اذا علينا نعمل ايه؟ علينا ان احنا نؤمن بحظوظنا حتى ولو كانت قليله، لان النادي الاهلي علمنا ان القليل منه كثير. بالتأكيد. وعجبني النهاردة جدا كابتن سامي قمصان، طبعا ألف سلامة على بيتسو موسيماني، ما زالت المسحة مستمرة بشكل إيجابي وده بيضيف صعوبة للمهمة، ولكن كلنا ثقة في الجهاز الفني والكابتن سامي قمصان اللي النهاردة في المؤتمر الصحفي قال برغم الظروف احنا دائما بنسعى إلى الفوز. حتى الكابتن رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي قال أنا واجهت مونتري مرتين، بالتأكيد المرة الأخيرة كانت النتيجة ثقيلة جدا، ولكن النتيجة دي بالنسبة لنا ممكن تكون دافع زي ما حصل آخر موسمين. النادي الأهلي كان أي فريق تعرض لهزة قصاده كان بيقدر يرد في الملعب، نتمنى رغم الظروف الصعبة يكون في رد في الملعب، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي، بس عكس أمنية البيدج الرسمي للكاف اللي بيتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مهمة أعتقد كانوا هم المفترض أيضا، ومسؤولي الكاف كانوا المفترض يكونوا سابقين النادي الأهلي في المهمة دي من أجل تعارض المواعيد، لكن مش ده هيكون موضوعنا. إن شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي. طبعا النهاردة اللاعبين كلهم كانوا بيدعموا زميلهم طبعا عمار حمدي، الإصابة صعبة جدا، وحتى قفشة كتب على الإنستا دعم كبير جدا لعمار حمدي، كل الأمنيات بالسلامة لعمار حمدي والأكرم توفيق. عمار خلاص هيعمل عملية مع نفس الطبيب اللي عمل العملية لأكرم توفيق، ودي طبعا يعني ستوري قفشة بيقول له واثق فيك أخويا إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، منتظرينك بقوة إن شاء الله يا حبيبي. كمان عمرو السولية من شوية صغيرين جدا كان برضو دور مهم جدا إن هو يكتب للفريق إن هو بيتمنى إن الفريق يكون موفق وإن هو يثق في اللعيبة. يمكن ده اللاعب الذكي اللي كمان مهمته الكبيرة مع منتخب مصر يا أسامة، بيحسس اللاعبين إن هو مش منفصل عنها أبدا وإن هو جزء منها، وده مهم. عمرو السولية قائد داخل وخارج الملعب زي ما تعودنا. كمان احنا عندنا ارقام يا اسامه محتاجين نقف عندها. احنا لازم نقول ان المهمه صعبه بالتاكيد، ولكن يعني جبنا ارقام من اخر ثلاث مواجهات لفريق مونتري، فاز في مباراه وتعادل في مباراتين. المباراه اللي تعادل فيها كانت هي ربما هي الاقوى امام كروزازول لما كان مغلوب 2-0 وتعادل 2-2، بس وضحت لنا فكره منظومه الضغط في فريق مونتري وازاي احنا نلعب قصاده. دي طبعا المواجهات مع الثلاث فرق، فريق كروزازول ده الضغط العالي اللي بيعمله مونتري اللي بيتميز بيه جدا في فكره او اثناء تحضير الفريق المنافس للكره، الضغط العالي ليه؟ لا الصوره اللي قبلها الضغط العالي مونتري، ايوه هي دي. كروزازول 13 مره كان بيحاول بناء الهجمه في المباراه او في مواجهه فريق مونتري، ثلاث مرات فقط لا غير
اللي قدر يتدرج بالكره بدون ضغط. الضغط كان 10 مرات، ده البريسنج تيم او تيم بريسنج بتاع فريق مونتريال 10 مرات، كان الضغط العالي 5 مرات. نجحوا في كام مره؟ نجحوا في 4 مرات. لما بيحصل لو بريس من فريق مونتري كان نجاح او نسبه النجاح اقل بشكل كبير جدا 3 مرات. حتى في مباراه فارس كويرتارو فريق المنافس عمل 19 مره محاوله بيلد اب، 4 مرات فقط لغير اللي طلع بيهم بدون ضغط. وده بيقول لك قد ايه سياسه مونتري الضغط العالي ده موجود عندهم جدا، في اي محاوله للتحضير عندنا هيكون يقابلها ضغط شرس جدا امامي او ضغط عالي. 15 مره 4 ضغط عالي 2 النسبه 50%، 11 لو بريس 5 فقط لغير. المباراه الثانيه نيكاسا 40 مره حاول يعمل بيلد اب، 14 مره كان بدون ضغط، 26 مره بالضغط، الضغط العالي 10 برضه 40% من المحاولات نجحت، و16 مره لو بريس كانت 5. لما نروح لفريق مونتري وهو بيعمل اللو بريس امام نفس المنافسين ونركز هنا على طبعا الهاي بريس، الهاي بريس والهاي بريس سكسفول او النجاح واللو بريس واللو بريس ال بي اس، ده اللي ممكن نركز عليه. فارس امام كروز ازول 6 مرات كان بيضغط فريق كروز ازول بينجح مرتين فقط لا غير، 7 مرات الفريق الاخر بينجح مره واحده، نيكاسا 11 بينجح مرتين. يعني مع كل ضغط عالي بيتعمل على فريق مونتري بيقدر يطلعوا بالهجمه. ايه مشكله فريق مونتري؟ هي الفكره دي، اللو بريس 8 مرات كروز ازول كان بيضغط متاخر بينجح 4 مرات، 11 مره 2، 5 مرات 3. اذا من وجهه نظري ان فكره التحضير لازم تكون حذر جدا، لان فريق مونتري عنده ضغط عالي بيعمله بشكل كبير جدا، ما بيسيبكش ان انت تبدا الهجمه او تتدرج بالهجمه لمناطق الخطوره عنده، وبالتالي بيقدر يستخلص الكره في نصف ملعبك. فلازم اننا نلعب على اننا ننقل الكره في اقل عدد لمسات لنصف ملعب فريق مونتري. لما بيغيب عنهم كمان مونتس ممكن منظومه الضغط او اللو بريس عند فريق مونتري اقل بكتير من منظومه الضغط العالي عند فريق مونتري. دي لاحظناها في الثلاث مباريات امام ثلاث منافسين متدرجين القوى، فده يخلينا حذرين جدا واحنا بنعتمد على بناء الهجمه، برغم ان النادي الاهلي وهو بيلعب بالفريق الاول كان بيقدر يبني الهجمه بشكل صحيح. لما لعب حتى بقطاع الناشئين في كاس الرابطه قدر يبني الهجمه ويتدرج بيها بشكل صحيح، ولكن لما يكون عندك منافس بيتميز بالضغط العالي لازم تكون حذر وحذر جدا كمان. اكيد يا اسامه، وارقامنا مش هتقف عند ارقام الخاصه بطريقه مونتري في توزيع الضغط داخل الملعب، كمان عندنا ارقام ثانيه هنرجع لها. ولكن معانا دلوقتي من الامارات هو مكسيكي جويل كانو، ده أحد المهتمين والعاملين في نشاط الإعلام في الرياضة في المكسيك، وأيضا منتمي لفريق مونتري. هناخده من الإمارات لأنه هو سافر ورا فريقه عشان نتناقش معه عبر سكايب في نقاط مهمة. أعتقد أنتوا حابين تتعرفوا على فريق مونتري بشكل أكبر، وده شيء مهم جدا. جاهز معانا على السكايب؟ بنرحب بجويل وبنقول له اهلا بيك في قناه النادي الاهلي، وان احنا سعداء جدا ان هو معانا. انا سعيد للغايه بتواجدي معكم. عايزين نساله في الاول، الاهلي المنافس المؤكد بقى مش المحتمل، والمباراه بكره وظروف الفريقين اكيد مختلفه، فعايزين الاول نساله هو يعرف ايه عن النادي الاهلي، وايه اللي يقدر يقوله لنا عن النادي الاهلي بحكم ان كمان في خبرات سابقه لفريق مونتري قدامه. نعلم جيدا أن الأهلي فريق كبير جدا، هو مثل ريال مدريد في أفريقيا، هو بالنسبة لنا فريق كبير للغاية بالنسبة في بطولاته المحلية. بالنسبة لمونتري الفريق يتحسن في الفترة الأخيرة على عكس النادي الأهلي، فريق مونتري بدأ يكتسب الخبرة بشكل مؤخر. نعلم أن الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين الدوليين وهو فريق كبير للغاية، ولهذا نؤمن أن المباراة لن تكون مباراة سهلة. مونتري يعرف جيدا أنه سيواجه فريق قوي للغاية. نعلم جيدا أن الأهلي فريق كبير وعلينا احترامه،
وخبير أجيري أيضا يعلم هذا الأمر. الفريق سيكون في أفضل حالة غدا، وعليه أن يقدم أفضل ما لديه. الأهلي فريق كبير، فريق متمرس للغاية في بطولات أفريقيا، وصدقوني نحن في مونتيري نعلم جيدا أننا سنواجه فريق كبير متمرس في هذه البطولة وفي بطولات أفريقيا. بالتأكيد النادي الأهلي فريق كبير، ولكن بالتأكيد وصل لكم العناصر اللي ممكن تكون مش مشاركة بشكل كبير، لأنكم بالتأكيد متابعين منتخب مصر. ولكن أنا عايز أروح لفريق مونتيري وشعبيته في المكسيك وتقدر بقد إيه، ولو حبينا نقارن ما بينه وبين شعبية الأندية الأكثر في أمريكا يكون ترتيبه منها الكام، وكمان البعثة من الجماهير أو الجماهير اللي هتيجي تؤازر فريق مونتيري في الإمارات، هل في جماهير واثقة بشكل كبير وجماهير كبيرة جاية مع مونتيري، ولا هيكون العدد محدود؟ أعتقد أن الجماهير ستكون في حدود 800 سيؤذرون الفريق من الملعب. لن يكون هناك جماهير كثيرة ستسافر من المكسيك، الجماهير ستسافر على بعثات مختلفة. ولكن بالنسبة لمونتيري، مونتيري يخوض هذه البطولة بأهمية كبيرة. الجميع يعلم أهمية هذه البطولة بالنسبة للجماهير. علينا بالنسبة للفريق، هناك لاعبين كبار بالنسبة في مونتيري مثل فونيس موري، وأعتقد أن الفريق لا يمر بأفضل شكل ممكن، ولكن سنحاول أن نكون في أفضل صورة غدا. وأعتقد أن قوة النادي الأهلي تفرض علينا أن نكون في أفضل حالة غدا. الأهلي أعتقد أن الأهلي أكثر قوة من مونتيري في الفترة الحالية، ولكني أرى أن مونتيري عليه أن يكون في أفضل حالة في أرض الملعب لكي يواجه فريق الأهلي، وأرى أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق لأننا نواجه فريق متمرس في أفريقيا ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وبالطبع سيكون له مؤازرة أكبر من مونتيري بالنسبة لتواجد المصريين في الإمارات. ولهذا سنرى كيف ستسير الأمور في مباراة الغد أمام النادي الأهلي، وإذا أردنا أن نتأهل لمواجهة بالميراس في نصف النهائي ومن ثم تشيلسي في النهائي. تمام، انا كنت حابب اساله عن الشعبيه بس هو راح لسكه تانية وبيحاول يلعب معانا دور كبير في فكره ان الاهلي هو الاقوى. عايزين نساله اخيرا عن فكره توقعه للمباراه غدا كنتيجه وسيناريو بتاعها. اعتقد انها ستكون مباراه صعبه. أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة بدءا من الدقيقة 25 أو 30. مونتيري سيبدأ في دخول المباراة شيئا فشيئا. نعلم قوة الأهلي بشكل كبير، وكذلك أيضا مونتيري مستعد للمباراة بشكل قوي للغاية. أعتقد أنها مسؤولية كبيرة جدا على اللاعبين داخل الملعب، لأنهم سيواجهون فريقا يمتلك لاعبين كثر في المنتخب الوطني المصري. كمشجع لمونتيري أتمنى أن تكون 2-0 أو 3-0، ولكن أعتقد أن المباراة ستكون سيناريو مختلف في مباراة الغد بالنسبة لظروف الفريقين في الوقت الحالي. سنواجه فريق كبير بالطبع مثل الأهلي. أعتقد أن مونتيري جاهز بنسبة 95 أو 90% للمباراة. دي نسبة كبيرة جدا يا جويل، بنشكرك جدا وسعداء بوجودك على شاشة قناة النادي الأهلي،
ولعب معانا جيم يعني اللي بيلعبوا بيتسو موسيماني، يعني هو بيقول لك ان الاهلي هو الاقوى، ثم بيقول في النهايه ان هو كمشجع بيتمنى الفوز 2-0 و3-0 جاهز بنسبه 95%. وفي الاول عارف كمان ان الدوليين بتوعنا موجودين مع المنتخب وبنلعب بدول، جول جاي يلعب معانا دور صعب شويه. اكيد طبعا الاهلي فريق كبير زي ما انتم شفتوا حتى في عيون جمهور مونتري، وعشان النادي الاهلي فريق كبير حابين كمان نستكمل معاكم بما اننا بقى نعتبر في وسط او في معقل كده مونتري، بعض الارقام الخاصه بفريق مونتري اللي نقدر نشوف فيها يعني جانب ايجابي، وهي فكره المحاولات او التسديدات او فاعليه مونتري على المرمى. مونتري ضد كروز ازول عمل 16 تسديده منهم 6 اون تارجت، نتج عنه على الجانب الاخر كروز ازول 7 تسديدات منهم 5 على المرمى، المباراه انتهت 2-2. طيب ده هنا كتير جدا في الميديا حتى في المكسيك بيتكلموا في فكره ان مونتري ما بيترجمش هجماته اللي بيعملها كتير جدا بنفس القدر، يعني مونتري في مباراه ثانيه اللي هي قدام كرويتورا 0-0 النتيجه 25 تسديده منهم 11 اون تارجت وبيطلع النتيجه 0. انا بقى بشوف ان ده الشيء اللي احنا ممكن يكون عندنا جزء من الامل فيه، وهو ده لازم نتشعبط المره دي بجد بقى، لان فعلا الفريق بيعمل يا جماعه هجمات كتير، والفكره في التنوع. يعني فيرجارا غايب نتيجه الاصابه، ولكن عنده فونيس موري كان عامل 12 تسديده، رومو 2، ميزا 8 في الثلاث مباريات بس اللي لعبوهم في الدوري. جونزاليس وده لاعب خطير جدا لانه بيجي من تحت دايما ومؤثر، عنده 9 تسديدات. طيب احنا هنا بنتكلم في فريق عنده عدد جيد من التسديدات والوصول للمرمى، ولكن كتير جدا ما بيترجمش فعاليته. انت كبكره فريق هتلعب مش هتبقى ليك اليد العليا على مستوى الورق او الكلام على الورق، فانت هنا بتستغل الثغرات اللي لازم هتظهر، ونتيجه ان مونتري بيكون احيانا مندفع وتحاول تخطف هدف وتحافظ عليه بعد كده، ويمكن موسيماني بيجيد ده. عشان كده يا اسامه حابب سريعا نفكر، انا بالنسبه لي اصابه عمار حمدي شقلبت لي كل اللي انا كنت شايفه، لان هو بالنسبه لي لاعب البوكس تو بوكس اللي كان هيعمل الدور الهجومي والدور الدفاعي. بشوف التشكيل، يعني حابب نسترجع التشكيل مع بعض في ظل الظروف اللي النادي الاهلي بقى فيها، نعمل ابديت كده. انا بشوف ان التشكيل هيبقى علي لطفي، بميل لفكره ان وجود 3 نلعب ب 5-2-3 او 5-3-2، بمعنى ان احنا هنلعب بعلي لطفي، هنلعب بالثلاثه اللي في القلب هيكون مغربي. وليه ضفت مغربي؟ لان هقول لك انا هعمل ايه في نص الملعب بعد اصابه عمار اللي انا بشوف ان محتاج تعوضه باثنين، وهو مغربي وهاني. انا ما زلت مقتنع انه ممكن يدي افضليه في الحته دي نسبيا، وهتلعب بياسر. عندك على اليمين حسين الشحات كرايت وينج باك، بشوف انه يقدر يعمل الحته دي، ومعلول. النص بقى عندك ديانج ثابت ده كلاعب، وربيعه ومعاه قفشه يلعب رقم 8، ما يلعبش صانع العاب. وهيكون عندك الاثنين اللي قدام طاهر واحمد عبد القادر كرايت فورورد، ومهاجم تاني برضو جنبه، ويكون في انت عندك الوينج باكس بيقدروا يطلعوا، لان انت عندك هاني يقدر يغطي ورا حسين الشحات، وكمان تقدر ترحل وتحولهم لاربعه لما جناح يزيد. وعندك في الجانب اللي قدام هجوم من الاطراف وهجوم من العمق، وكمان كثافه دفاعيه بثلاثه في النص تحتهم 5. بس ده كلامك معناه ان بيتسو موسيماني هيروح لفكره ان هو هيغير في طريقه اللعب. انا بشوف ان هو هيفضل على 3-4-3، ولكن نقدر نعمل 3-4-3 بنفس التشكيل ده، بفكره ان يتم الدفع برامي ربيعه واليو ديانج. يبقى رامي ربيعه هو مركز 6 واليو ديانج هو اللي يتحول لمركز 8، ويكون انا متفق خلاص، لان دلوقتي كنت انا حاطط رامي ربيعه في مركزه عادي في الثلاثه الفلات اللي ورا، لكن حاليا هيبقى هاني وياسر ومغربي نظرا لاصابه عمار وعلي معلول. حسين الشحات بتفق جدا، وانا بتفق اصلا ان الطريقه دي هي انسب طريقه يلعب فيها حسين الشحات رايت وينج باك. الاثنين اللي هيكونوا في نص اليو ديانج ورامي ربيعه، الثلاثه اللي في الخط الامامي احنا هنا ممكن نشكل بقى ونلعب بالشكل المختلف زي ما فارس بيقول، ان الثلاثه ما يكون راس المثلث قفشه، والاثنين طاهر واحمد عبد القادر. انا متفق في القصه دي، ولكن ده يلزمه مرونه شويه طبعا في تطبيق طريقه 3-4-3. طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، هيكون لنا كلام ايضا، ولكن معانا فاصل هنطلع للفاصل وهنرجع، فقرتنا مكمله وحديثنا معاكم ممتد، لان الاهلي في المونديال.
اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا مستمرين في التغطيه الخاصه عبر برنامج الاهلي في المونديال، وكل دعواتنا ان شاء الله باذن الله رجال النادي الاهلي يقدموا صوره مميزه بكره، ابذلوا كل مجهودكم، والنتيجه دي موضوع يعني بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن في النهايه انتوا بس ابذلوا المجهود وكل شيء ان شاء الله النتيجه دي يبقى جماهير النادي الاهلي ممكن تسامح فيها لو في مجهود، ولكن ممكن نكسب ان شاء الله. طبعا الكلام خارج من المنطق للا منطق، لان بالتاكيد والله احنا حاسين ان الظروف صعبه جدا، ومش عايز احط ضغوط على الفريق، فبالتالي احنا عايزين يلعبوا بدون ضغوط لان الظروف كلنا عارفينها، ولكن باذن الله تكون روايه نحكيها ان شاء الله. لكن من ضمن الروايات اللي بنحكيها في كاس العالم للانديه كان شاهد عليها مستر مانويل جوزيه، ومستر مانويل جوزيه كان معاه مترجم شهير جدا الكابتن احمد عبده المعلق حاليا بقناه بين سبورتس. اهلا بحضرتك يا كابتن معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. السلام عليكم، تحياتي ليك يا احمد، تحياتي يا محمد، وموفقين دايما ومنورين شاشه قناه النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن، عايز اقول لك قبل ما ندخل في موضوع مونتريه والمكسيك وكاس العالم للانديه، انا سمعت عنك خبر كده ان انت دخلت التعليق باسم مستعار، الموضوع ده حقيقي ولا ايه؟ على قد في البدايات كان في مسابقه وكنت داخلها باسم مستعار، نعم، وعلى اساس انه يعني حد صديقي كان قال لي خد التجربه، فدخلت وبعدين حبيت الموضوع يعني لقيته افضل من الترجمه. لا لا، بص انا اشتغلت حاجات كتيره، يعني انا في حياتي اشتغلت حاجات كتيره، لكن كنت دايما العشق والحب كرة القدم. انا معايا بالنسبه للكوره اشتغلت فيها سنين كتير، لان كان نفسي ابقى لاعب كوره محترف، لكن كانت الظروف ما سمحتش ان انا اكون لاعب كوره محترف. حتى بره مصر لعبت، ولكن على مستوى الهوايه، ولغايه دلوقتي لا زال ارتباطي بكره القدم اكبر من اي شيء. اول شيء بالنسبه للترجمه مع مستر مانويل، طبعا كان الدور اكبر من الترجمه، انا كنت لي ادوار ثانيه في الفريق، ويمكن من اول الناس اللي كانت اشتغلت على التحليل المنافس ومراقبه الفرق المنافسه بالدي في دي، كان زمان طبعا معلومه جديده بالنسبه لي دي. مفيش يعني. نعم، دي معلومه جديده بالنسبه لي يا كابتن. ممكن كمان تسالوا فيها الكابتن حسام بدري اللي فيما بعد اصبح طبعا مدرب النادي الاهلي وكسب. فكان التحليل كان زمان بالفيديو، اتفرجوا على ماتش 90 دقيقه، انما النهارده انا شايفكم ومتابعكم، انتوا بتقولوا طبعا حاجات مميزه جدا عن فريق مونتري، جبتوها بشغلكم وبتعبكم. فكان زمان الامور صعبه، لان كان لازم تشوف فيديو كاسيت، مش حتى بعد كده في طلع الدي في دي. احنا بنتكلم على اكثر من 20 سنه عدت، اكثر من 20 سنه، بنتكلم سنه 2001. بعد كده في طلع طبعا سوفت ويرز، وطلع حاجات كثيره بتساعد اللعيبه على تطوير الاداء. طبعا. في الامارات كنت مساعد مدرب في الامارات، وكنت محلل فني. طبعا يا كابتن. من حبي لكره القدم انا معايا الرخصه الاسيويه البي، وان شاء الله السنه دي بعمل الايه ان شاء الله. طيب، بمناسبه بقى حب حضرتك للتحليل وشغفك بالتحليل والفيديو، حضرتك فكرتنا بكابتن محمود الجوهري وايام الفيديو، عايزين بقى نروح لمباراة مونتري والأهلي. شايف المباراة ازاي في ظل الظروف دي، وانتوا مريتوا بظروف كتير جدا، الأهلي كان بيروح المونديال وكان في البداية طبعا يعني بتقابل فرق هي أعلى منك أحيانا فنيا، فأنت شايف الوضع ازاي كمان وانت بتدخل المباراة بظروف صعبة جدا؟ طيب، أنا عايز أقول إنه في فرق، حتى في فجوة تاريخية، يعني احنا في فترة من الفترات الكرة طبعا كانت اقل بكتير من عن مستواها الحالي، يعني زمان كان في مشاكل تتعلق ب عارف ثقافة الاحتراف ما كانتش موجودة بالقدر الكافي، يعني كنت تلاقي لاعب بيجيد وبيلعب في مباراة بشكل رائع، يجي المباراة اللي بعديها ما يعملش أي حاجة على الإطلاق. دي ثقافة الاحتراف، وثقافة إنك دايما تبقى تبحث عن الافضل والافضل والافضل. حاليا الامور تحسنت،
وبقت افضل، وبقينا نشوف في لعيبه فكرهم الاحترافي بقى افضل بكتير، بحيث انه بيحافظ على نفسه، بيحافظ على اكله، بيحافظ على لياقته البدنيه، بيحافظ على ساعات نومه. الامور دي كلها بتوضع في الاعتبار الان. يمكن عشان برضو المقابل المادي اللي بيحصل عليه اللاعبين حاليا اعلى بكتير من المقابل المادي اللي كانوا بيحصلوا عليه زمان، وبالتالي الامور اتغيرت. لكن النادي الاهلي في النسخه دي بيمر بظروف غايه في الصعوبه، حتى يمكن القرعه لم تكن رحيمه بالاهلي، لانه فريق مونتري فريق محترم، فريق منظم، فريق بيمتلك طبعا راس حربه مميز جدا، روخيليو وفونس موري. حتى في المباراه اللي فاتت اعتقد الدوري المكسيكي سهل انك تشوف اي مباراه على اليوتيوب، لو شفتوا الاداء امام كروس اسول لما كان الفريق متاخر 2-0 ومطرود منهم واحد، رجعوا في الوقت المحتسب بدل من ضيع المباراه، مش هدفين بلس 90 و بلس 90 الهدفين، حتى اللي جاب جول التعادل سيزار مونتيس وراح وتمركز على القائم البعيد، في شغل بيتعمل طبعا شغل عالي جدا. فالمستوى المستوى ده اعلى بكتير من المستوى بدلاء النادي الاهلي بكره هيلعب بالبدلاء. لكن في نقطه مهمه جدا ممكن تصب في مصلحه النادي الاهلي، وهي فارق التوقيت. وفارق التوقيت مهم جدا، انه النادي مونتري الجيت لاك او الساعات عارف الساعه البيولوجيه بالنسبه له هتكون دي ممكن تاثر على اداء اللاعبين. نعم تاثر كتير كمان، على سبق واثرت على اداء ناس لما كانت البطوله بتقام في اليابان او في المغرب. فهنا دي نقطه ممكن تصب في مصلحه لاعيب النادي الاهلي. ما انصح به طبعا هو الالتزام والتنظيم، لانه النظام زي انا بستغل الفرصه وببارك طبعا لمنتخبنا الصعود للنهائي، وان شاء الله البطوله نجمه تامه تكون من صالح مصر. هضرب مثل بكارلوس كيروش اللي هو عاشق للالتزام، عاشق للالتزام. النهارده منتخب مصر لعب 3 نهائيات في البطوله دي من الدور ربع نهائي من الدور 16 دور ربع نهائي كوت ديفوار المغرب الكاميرون، 3 نهائيات ولعب وقت اضافي. ازاي وصلنا للوقت الاضافي في الثلاث مباريات، وازاي وصلنا ركلات الترجيح في مباراتين قدام، وطبعا بظروف اصعب جدا، اصعب ظروف في تاريخ بطوله امم افريقيا. الظروف دي سوء ملاعب، سوء اقامه، سوء البنيه التحتيه، مش عايزين نتكلم لانه هي دي هم بيقولوا دي امكانياتنا، لكن دي أسوأ نسخه في تاريخ البطوله على الاطلاق. فبرغم الظروف دي كلها بالالتزام وبالنظام اللي لعب بيه كارلوس كيروش منتخب مصر وصل المباراه النهائيه، وان شاء الله ان شاء الله النجمه التامه تكون من نصيب منتخبنا. فما انصح به هو الالتزام، الالتزام هو اللي هيصنع الفارق. في نفس الوقت احنا عندنا برضو لعيبه كويسه، لعيبه كوره كويسه، مصر بلد ولاده طبعا، كلنا ورا المنتخب، لكن ان شاء الله بالالتزام فقط تستطيع التغلب على الظروف الصعبه اللي ممكن تواجهك في البطوله دي. وعايزين نشجع طبعا اولادنا ونحفزهم ونقول ان دي مباراه انزلوا استمتعوا بيها، العبوا كره قدم، وكل واحد فقط في يثبت انه لعيب كويس داخل المنظومه وداخل الاداء الجماعي، لانه اللي كان بيميز ما كان يميز الاهلي وما يميزه عن اي نادي الاداء الجماعي والروح الجماعيه اللي بين اللعيبه. فرديات احيانا المنافس يكون افضل منك، لكن الاداء الجماعي هو اللي بيكسب في النهايه. ونرجع لتصريحات بنصر ابو بكر امبارح لما اتكلم على الاداء الجماعي لاعبي منتخب الكاميرون، وانه لم يكن في افضل حاله فيما كان في منتخب مصر هو الأفضل. مريت في فتره وجودك مع مستر مانويل جوزيه بظروف صعبه زي دي، لما كان عدد كبير من اللاعبين ممكن يكون غايب للاصابه او لاي ظروف اخرى، كان التعامل بيتم ازاي مع الفرقه في التوقيت ده، والثقه ازاي بتكون بتمنحها او بيمنحها مستر مانويل جوزيه للاعبين من ناتج خبرتك وقربك من مستر مانويل جوزيه؟ طبعا في تاريخ النادي الاهلي مشاكل كتير، في فتره من فترات الاهلي ما كانش عنده راس حربه، يعني اصابات لكل اللاعبين، عماد متعب، اسامه حسني، كابتن عماد، كابتن اسامه، الكباتن احيانا كانوا تعرضوا لاصابات، وبالتالي
كان بيتم التعامل مع الظروف دي بإعطاء ثقة وبإعطاء معنويات لأي لاعب بديل. وكان كل أمانة في فترة من فترات قطاع الناشئين برضو كان دوره جميل، بس القصة برضو بترجع برضو للعين الخبيرة، انك تشوف اللاعب المميز وتديله الفرصة وتراهن عليه. يعني دي مش أي مدرب برضو يعملها. مدربين كبار جم في تاريخ النادي الأهلي مدربين كبار وما كانوش برضو كانوا بيخافوا انهم يدفعوا باللعيبة الناشئين دول ويدوهم الفرصة. فأنا أتمنى انه أي مدرب يكون عنده الشجاعة الكافية انه يلعب واحد عمره 18 سنة. ما شفنا كيروش وتعامله مع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يعني بالعين المجردة لو شفته في تمرينة مستحيل انك تقول عليه ده ما يلعبش الا اساسي في فريق زي النادي الاهلي. لكن على اي الاحوال ايا كان الرؤى وايا كان وجهات النظر الفنيه بنشوف المدربين الشجعان دول المدربين المميزين عندهم يعني ما بيفرقش معاه مين اللي يلبس التيشيرت ومين اللي يلعب الاساس، لا اديله الفرصه ولعب وقدم لنا بالفعل درس موضوع محمد عبد المنعم. كذلك اللعيبه اللي تألقت مع منتخب مصر وهي ما كانتش احيانا واخده فرصه في انديتها، حتى ابو جبل ما كانش اساسي لفتره قريبه في نادي الزمالك، النهارده ابو جبل بطل واخد بالك. فهي دي الفرصه اللي لما تجي لك الفرصه امسك فيها بايديك واسنانك. الفرصه اللي انا برضه بطلب لعيبه النادي الاهلي بكره ان شاء الله ما تجي لك الفرصه امسك فيها بايديك واسنانك، لانه كاس العالم للانديه ده مراية. انت ممكن تعرض خدماتك لكل العالم في كاس العالم ده صحيح داخل منظومه الاداء الجماعي اللي بيتميز بها النادي الاهلي كابتن. وداخل طبعا الامور الاخرى واللي احنا بنطالب بها دائما الصوره الظهور بالصوره المشرفه الاخلاق اولا كل الحاجات دي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للشباب بكره ان شاء الله. كابتن احمد اخيرا جمهور النادي الاهلي النهارده عمل هاشتاج تصدر تويتر بيقول للاعيبه الاهلي نحن نثق بكم. جمله اخيره للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه مونتيري اللي باقي عليها ساعات فقط، تحب تقول لهم ايه؟ بحب انا شخصيا بقول لهم انزلوا بكره ان شاء الله استمتعوا بالاداء، كل واحد يستمتع بانه بيلعب مباراة زي دي في بطولة زي دي في ملعب جميل في بلد جميل، وكلنا وراكم سواء ان شاء الله كسبنا او خسرنا معاكم ان شاء الله للنهاية، وان شاء الله الجايات اكثر من رايحات الاهلي. يعني دي المرة الثامنة اللي هيلعب فيها في كأس العالم للأندية، والجاي افضل باذن الله، وكلنا ورا منتخبنا برضو اللي بياتي في المقام الاول. شكرا لكم، بنشكر حضرتك جزيلا، وكلنا وراكم كلنا وراكم كل جمهور النادي الاهلي وكل من عمل بالنادي الاهلي يا احمد وكل منتمي بيقول للاعبين دول جمله واحده بس، كلنا وراكم وكلنا واثقين فيكم ان شاء الله ان انتم تقدموا لنا يعني ما يليق بتيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حليفكم، وان شاء الله نقدر نقدم مباراه قويه، مباراه ممتعه، مباراه رغم الظروف تكون نتيجتها باذن الله لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. انا احمد منتظر ان احنا نحاول بكره، وهو ده عهدنا بلعيبه النادي الاهلي ان احنا نحاول. تاريخنا فيه كتير، مش عايزين نسترجع معاكم وقائع، لان فعلا تاريخ النادي الاهلي فيه ملاحم. اللي حابب اقوله لكل لاعب هيكون مشارك بكره، جمهور النادي الاهلي اداك الثقه واداك الدعم، وفكره ما دمت احلم فانا حي دي لازم تكون في عقليه كل لاعب. احلم انك تقدر تكسب، احلم انك تقدر تروح لابعد حته في البطوله، لان انت لابس تيشرت اسمه تيشرت النادي الاهلي. كده فارس انا عايز اوجه رساله خاصه لعلي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي بكره ان شاء الله. كالعاده حارس المرمى هو نصف الفريق. جينا في الموسم الماضي كانت ظروف صعبه جدا، كنا ناقصين 6 لاعبين اللي لعبوا نهائي القرن امام نادي الزمالك، وكنت انت الحارس وكنت انت كلمه السر في المباراه. قدرنا نفوز عشان علي لطفي قدر يتصدى لركلة جزاء، واثقين فيك، واهم من ركلة جزاء كان في كرة خطيرة جدا قدرت تتعامل معها بشكل مهم جدا. حاول تركز اكتر، كن في مستواك اللي انت ظهرت بيه امام نادي الزمالك الموسم الماضي. صدقني التاريخ ممكن يتكتب من مباراة في كأس العالم للأندية، صدقني تساوي كتير جدا جدا. كل التوفيق ليك ولزمايلك بكره ان شاء الله. النادي الاهلي بكره بدون 10 لاعبين او اكتر من اللاعبين الاساسيين والمهمين في النادي الاهلي هيكون من غيرهم في الملعب. النادي الأهلي
الاهلي كمان بكره بدون مدربه بيتسو موسيماني، بس النادي الاهلي معاه حاجه مهمه جدا وهي دعم وثقه جمهوره، ودي اللي ممكن تعوض حاجات كتير جدا. اعملوها وفرحونا، وصدقوني في اي حاله تانية هنفضل وراكم، هنفضل ندعمكم، لان مشوارنا معاكم كبير مش بس مباراه. ان شاء الله الاهلي بكره منتصر، وفي كل الاحوال سنظل نعشق النادي الاهلي وعلى الحلوه والمره معاه. سلام.